أمريكا تعود بثقلها العسكري إلى المنطقة، تحذر إيران وتتخوف من أي عمل إسرائيلي يشعل الجبهات. أعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغوط أمريكية دفعت نتنياهو للعودة إلى التفاوض، وسموتريتش يحذره من فخ الوسطاء. عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس، والجبهة الشمالية تشهد تبادلا للهجمات بين إسرائيل وحزب الله. قلق أممي إزاء التحركات العسكرية الأخيرة على الحدود الجنوبية الغربية لليبيا، وتعريض الاستقرار الهش للخطر. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. قال مسؤولون أمريكيون أن أي حادث في الشرق الأوسط قد يدفع نحو تفجير الوضع الحالي في المنطقة. بدورها حذرت مصادر في الحكومة الأمريكية من أن أي عمل عسكري جانبي يتسبب بإشعال الجبهات. وقالت في تصريحات للحدث إن الإسرائيليين لديهم شهية للنزاع، وهو ما يولد تخوفاً لدى الأمريكيين أن تقوم إسرائيل بعمل عمليات استباقية تفضي لمواجهات مفتوحة مع حزب الله مثل ما حدث في العام 2006. على صعيد متصل أكد مسؤول أمريكي للحدث أن إيران فهمت الرسائل التي بعثت بها واشنطن وباقي دول العالم، مضيفا أن القوات الأمريكية جاهزة منذ أسبوع لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل. وننتقل للزميل توني مزرعاني ومعه المزيد من التفاصيل حول تهديد إيران بضرب إسرائيل بعد مقتل هنية، وكيف سيؤثر ذلك على اقتصادها في حال حصل الهجوم. حول تهديد إيران بضرب إسرائيل بعد مقتل هنية وكيف سيؤثر ذلك على اقتصادها في حال حصل الهجوم، يبدو أن واشنطن دخلت مرحلة جديدة من حملة منع إيران من أي هجوم على إسرائيل. فبعد إرسال قوات ومقاتلات، بات الخطاب في البيت الأبيض يتمركز حول فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على طهران إذا هاجمت إسرائيل، وبالإضافة للتهديد بالمتابعة القانونية الدولية على أي قرار. في هذا السياق، وكالة رويترز نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن إيران ستواجه عواقب وخيمة وصفها بالجسيمة في حال قررت مهاجمة إسرائيل. وبحسب المسؤول، فإن تبعات أي هجوم إيراني ستكون كبيرة للغاية بما في ذلك على الاقتصاد الإيراني. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن حذرت إيران من أن حكومتها ستتعرض لضربة مدمرة في حال شنت هجوما كبيرا على إسرائيل. المسؤول نفسه رأى أن أي هجوم إيراني على إسرائيل لا يعتبر شرعيا، مؤكدا استعداد واشنطن مساندة إسرائيل في حال حصل الهجوم. المحللون يرون أن طبيعة الرد متعلقة بقضية انتهاك السيادة الإيرانية، إذ رأوا أن الرد يستند على الوعد الذي قطعه المرشد بالثأر لمقتل هنية كون حصل في إيران. صحيفة بوليتيكو كانت نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن أوضحت لإيران أن التفجير الذي استهدف هنية لم يقتل أي مواطنين إيرانيين، وبالتالي على إيران مراجعة خططها لتوجيه الضربة إلى إسرائيل. وأضاف المسؤولان أن أي هجوم إيراني واسع النطاق سيؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وخطر المواجهة المباشرة بين البلدين. إلى ذلك تبقى إسرائيل في حالة تأهب قصوى إثر الرد المرتقب من إيران، حيث قال القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري إن اغتيال هنية في طهران كان خطأ استراتيجيا سيتبعه ثمن باهظ جدا. كل هذه التطورات تتزامن مع تأكيد البنتاغون بوصول طائرات حربية أمريكية متطورة من طراز F-22 إلى الشرق الأوسط في وقت عززت فيه واشنطن
قواتها في المنطقة قبل هجوم إيراني مضاد متوقع على إسرائيل. وصل الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي إلى إسرائيل للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأجرى كوريلا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي تقييما مشتركا للأوضاع الأمنية والاستراتيجية وللاستعدادات المشتركة في إطار الاستجابة للتهديدات في الشرق الأوسط وفق بيان الجيش الإسرائيلي. قبل هذه الزيارة أكد البنتاغون أن طائرات حربية أمريكية متطورة من طراز F-22 وصلت إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن قواتها في المنطقة قبل هجوم إيراني مضاد متوقع على إسرائيل. As you are aware, last week Secretary Austin. كما تعلمون، فقد عزز الوزير أوستن الأسبوع الماضي وضع قواتنا في المنطقة لتحسين حماية القوات الأمريكية وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل ولضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على عدد مختلف من حالات الطوارئ. ولا يزال الوزير والوزارة يركزان باهتمام على تهدئة التوترات في المنطقة والضغط من أجل وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن لإنهاء الحرب في غزة. أعتقد أن هذا هو أكبر إعلان لدينا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن طائرات F-22 إضافية هبطت في المنطقة وأنها موجودة هناك لتعزيز القوات الأمريكية المتواجدة، وبالطبع لدينا مدمرات وطرادات إضافية تقترب من إسرائيل للمساعدة في الدفاع عنها إذا وصل الأمر إلى ذلك. من بيروت ينضم إلينا الدكتور سامي نادر مدير معهد الشرق المشرق للشؤون الاستراتيجية، أهلا بك. ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، أهلا ومرحبا بك معنا سيد عارف. أبدأ مع ضيفي من بيروت سيد دكتور سامي. بداية، عندما يأتي من الجانب الأمريكي التركيز على موضوع بأنه من استهدف وقتل وهو المقصود إسماعيل هنية ليس إيرانيا، ويجب على إيران أن تعيد ربما التفكير وإعادة طريقة الرد، ما الذي تريده أمريكا من طهران وما طبيعة الرد التي تلمح إليها؟ أعتقد يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كل الوسائل من أجل تفادي مواجهة يعني على الأقل من الجانب الإيراني، أكدت أنها حتمية، وكل الاستعدادات أيضا من الجانب الإسرائيلي تشير إلى أيضا حتمية هذا الرد. وربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تميز بين الحادثة أو اغتيال هنية والضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا والتي أدت إلى رد إيراني، كون أن هذه الضربة تشكل اعتداء على السيادة الإيرانية. ولكن هل سوف يكون هذا التفسير كافيا لانسحاب إيران من هذا المسار التصعيدي؟ أنا أشك بذلك، لأن اغتيال هنية يعني على الأراضي الإيرانية يشكل أكثر من اعتداء على السيادة الإيرانية، يشكل من وجهة نظرهم وقد عبروا عنها إهانة لإيران ولصورة إيران بالنسبة لحلفائها، وعلاقة إيران بالحلفاء شيء أكثر من استراتيجي بالنسبة لها. فلذلك لا أعتقد أن الجهود الأمريكية على المستوى الدبلوماسي كفيلة وحدها بثني إيران على الرد. ربما الحشد العسكري الذي تقوم به، وهذا الجزء الثاني من السؤال، نعم قد يجعل إيران إما أن تتريس أو أن تراهن على الزمن من أجل امتصاص هذه الضربة التي يعني تلقتها. سأتي وأعود إليك في نقطة الوجود العسكري وحجم الوجود العسكري الأمريكي ومدى تأثيره. سيد عارف،
فعليا هل كانت ستختلف ردة فعل إيران لو كان المستهدف إيرانيا أو غير إيرانيا؟ شهدت الأراضي الإيرانية عمليات استهداف سابقة واستهدف علماء مهمين بالنسبة لإيران ولم يكن هناك ردة فعل بحجم ما توعدت به إيران. هل فعليا يختلف الموضوع بالنسبة لاستهداف هنية في إيران أم أنه سيكون المنحى ليس ببعيد من حيث الرد والخيارات الإيرانية؟ تحية طيبة لك وضيفك ومشاهدي الحدث الأفاضل. أنا أعتقد بأن الرد الإيراني ربما لا يتعلق بهنية بقدر ما يتعلق بأن الوضع بعد 7 أكتوبر بين إيران وإسرائيل اختلف اختلاف جذري من بعد هذا التاريخ، بمعنى أن الآن منظومة الردع وتوازن الرعب بين إيران وبين إسرائيل شهد اختلال كبير، وبالتالي إيران تجد أن إذا لم ترد على هذا الاعتداء الإسرائيلي فإن ربما سيأتي الدور على استهداف مسؤولين إيرانيين بعينهم في داخل إيران أو ربما استهداف المفاعل النووية. لذلك فيما يبدو بأن هذا الرد هو بالدرجة الأساس يريد أن يخلق توازن رعب بين إسرائيل وبين إيران. لذلك فيما يبدو بأن على خلاف ربما 13 من أبريل الماضي استخدم المرشد الإيراني تعبير خونخواهي بمعنى الثأر المقارن بالدم، بمعنى الضربة الموجعة وليس سيليا ساخت كما وتعني الصفعة. لذلك إيران الآن تريد ليس فقط رد بل تريد الرد الموجع، وهذا ليس بالضرورة أن يأتي عبر هجوم واسع النطاق، ربما يأتي عبر اغتيال شخصيات بعينها أو ربما عمليات محدودة لكن مركزة وتستهدف ربما قيادات إسرائيلية. دكتور سامي، موضوع الرد بشرط أن يكون على مستوى الاستهداف الإسرائيلي لإيران، هل فعليا موضوع استهداف قادة ممكنا بالنسبة لإيران؟ وهل أيضا إذا ما كان الاستهداف كما تتوقع إسرائيل لبعض دبلوماسيها في الخارج أو في سفاراتها في الخارج يكفي ومن الممكن أن ينهي هذا الثأر الذي تحدث عنه السيد عارف نقلا عن المرشد الإيراني؟ أعتقد أن التحدي الكبير بالنسبة لإيران هي أن تقوم بهذا الرد للحفاظ على ماء الوجه يعني بالحد الأدنى، ولا تنجر إلى حرب. ليست هي من قرر توقيتها وليس هي أيضا من قرر إطارها، هي لا تريد الحرب منذ اللحظة الأولى، يعني تحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار من وجهة نظرها لتكرس مكاسب ما حققه حماس، ولكن الأمور تخطت اليوم هذه الاعتبارات. اليوم المسألة لا تتعلق بالرد الإيراني إنما بالرد على الرد، كيف سوف تتصرف إسرائيل التي استعادت المبادرة العسكرية في الفترة الأخيرة على الرد الإيراني. وبالتالي هنالك يعني عملية حسابات جدا دقيقة تقوم بها لكي ترد من ضمن احتواء الرد الإسرائيلي المحتمل. والطرف الإسرائيلي يعني عبر إذا كان هنالك من سقوط لمدنيين سوف يقومون برد عنيف. لذلك أنا أعتقد يعني من الطرف الإيراني اللحظة بالغة الدقة، ولذلك يصار إلى إما ضربة بالحد الأدنى لحفاظ ماء الوجه أو ترحيل هذه المسألة إلى العامل الوقت. نعم. سيد عارف، إلى أي حد ترجح فرضية أن يكون الرد الإيراني عبر الأذرع وتحديدا حزب الله، خاصة بأنه نصر الله عندما تحدث قال أنه ليس من الضرورة أن ترد إيران الآن، إلى أي حد ترجح هذه الردة؟ يعني أنا أعتقد بأن بالإمكان أن نفكك هذا الأمر إلى عدة أبعاد. البعد الأول أن هل لإيران عدة خطط أو أن خطة واحدة هي
تعتمد فقط على الرد أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كانت ربما عواقبه. أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني لا يفكر بهذا المنطق، وإنما يفكر بأن يجب أن تكون عدة خطط. الخطة الأولى هي أن يكون هذا الرد ربما عبر العمليات الخاصة واستهداف أشخاص، وأعتقد أن الأولوية الإيرانية فيما يبدو تتجه إلى هذا. لكنما الرد الثاني سيكون الرد المتناسق، وهذا يحقق ما يريده المرشد الإيراني الذي تكلمت عنه وهو الرد الموجع. لكنما إذا لم تحقق هذا الأمر أو ربما كانت هنالك تهديدات جدية من قبل الولايات المتحدة بالتدخل العسكري، قد تضطر إلى أن يكون هنالك الرد المتعاقب، بمعنى أن تبدأ إيران وتنهك القوات ربما أو الدفاعات الجوية، ثم تأتي أو يأتي الرد الموجع من قبل حزب الله، حتى ربما لا تكون إيران هي المسؤولة عن ربما الأضرار الكبيرة التي تحدث في إسرائيل. أعتقد بأن هذه الخطة الإيرانية هي التي تريدها، وكلها تدور حول أن يكون الرد موجع لخلق توازن الرعب الذي تكلمت عنه. ولكن ليس بيدها. بالفعل، يعني انا اعتقد بان الخطه الثالثه اذا ما حق يعني تم تفعيلها فهي عاده تاتي عبر حزب الله، وخاصه ان حزب الله يتعامل مع اسرائيل من مسافه صفر، وبالتالي يستطيع ان يخلق ربما التوازن الذي يريده المرشد الايراني. شكرا جزيلا من لندن، كنت معنا الباحث في الشان الايراني عارف نصر، والشكر ايضا لضيفنا من بيروت الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية. شكرا. كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن ضغوط مارستها إدارة بايدن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإنجاز تبادل الأسرى والمحتجزين. القناة أشارت إلى أن الأمريكيين تولوا قيادة عملية إحياء المفاوضات ومارسوا ثقلهم على إسرائيل. وردا على ذلك، نقل نتنياهو أيضا رسالة للمسؤولين الأمريكيين بأن الذهاب إلى الخطوة التالية من المفاوضات مرهونة برد فعل حزب الله اللبناني وعدم تصعيد الوضع. وأفاد بأن البيان الأمريكي المصري القطري جاء بعد إشارة أمريكية واضحة لنتنياهو، مفادها أنه لا يوجد سبب الآن لتأخير صفقة الأسرى. كان مكتب نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي رد بالموافقة على دعوة أمريكية مصرية قطرية للعودة للمفاوضات، وقال إنه سيتم إرسال وفد من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم الاتفاق عليه للانتهاء من تفاصيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وحضت الدول الثلاث إسرائيل وحركة حماس على استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو في القاهرة، معربة عن استعدادها أن اقتضت الحاجة لأن تطرح مقترحا نهائيا لتسوية الأمور على نحو يلبي توقعات كافة الأطراف. كما أكدت الدول الثلاث في بيان أن الوقت حان لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار والإفراج عن الأسرى، مشددين على وجوب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل. وفيما لم ترد حماس بعد على الدعوة، أدان وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلائيل سموتريتش أدان بيان الدول الوسيطة الذي دعا إسرائيل وحماس إلى العودة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح المختطفين، ووصفه بأنه فخ خطير. وحث سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم التراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعها مؤخرا وعدم الموافقة على أي تنازلات. وأشار سموتريتش إلى أن الدول الوسيطة تحاول فرض اتفاق استسلام على إسرائيل، محذرا من أن الصفقة المطروحة قد تؤدي إلى بقاء حزب الله على حدود شمال البلاد وتعتبر مكافأة للهجمات الإيرانية.
قال عبد الله أبو حبيب وزير الخارجية اللبناني إن بلاده تدعم البيان الأمريكي المصري القطري الذي دعا حماس وإسرائيل لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة في منتصف الشهر الحالي. وأفادت رئاسة الوزراء اللبنانية في بيان رسمي بأن أبو حبيب أكد اعتزام الحكومة دعم وتقديم مقترح جديد لم يكشف عن تفاصيله لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف التي حثها على بدء وقف إطلاق النار وتسريع عملية إطلاق سراح المحتجزين. انضم الاتحاد الأوروبي وفرنسا إلى الوسطاء في الدعوة إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن التكتل يجدد دعمه الكامل لوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن لوضع حد لدائرة المعاناة التي لا تطاق في غزة. وأضاف أن الصفقة ستمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تدعم بشكل كامل الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين. وأضاف أن الحرب في غزة يجب أن تتوقف وهذا يجب أن يكون واضحا للجميع. من القاهرة ينضم إلينا إيهاب نافع نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد إيهاب. هل ترى بأن الضغط الذي يتم الحديث عنه من قبل الولايات المتحدة على نتنياهو سيذهب فعلا إلى عودة للتفاوض والخروج بنتيجة في ظل موقف سموتريتش وغيره من هذا الفريق من أقصى اليمين الذي يحاول بأن لا يستمع نتنياهو لكل هذه الضغوط ويحذره منها؟ بداية تحياتي لك وتحياتي للمشاهد الكريم. يعني البيان الصادر ليلة أمس أعتبره هو محاولة أخيرة لإنقاذ المنطقة من تصعيد إقليمي وارد وبشكل كبير، بل أعتبره هو طوق نجاة لنتنياهو نفسه من أن يذهب بالمنطقة إلى حدود لا يمكن السيطرة عليها. نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ضغطت بشكل كبير على نتنياهو للوصول إلى هذه النقطة بدعم حقيقي من الاتحاد الأوروبي وحديث ماكرون الذي كان لديه اتصال مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس قبيل إصدار البيان الثلاثي، مما يؤكد أن هناك كان تشاورا حاضرا مع ماكرون بالصيغة التي سيجري إصدارها من في البيان الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والقاهرة وكذلك الدوحة. هذه المحاولة الأخيرة أعتقد أنها محاولة لإنقاذ نتنياهو نفسه وإنقاذ المنطقة من تصعيد خطير لا يعلم أحد مدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة التهديدات الإيرانية، وبعض الدول الداعمة لإسرائيل أيضا تدعمها في مواجهة الهجوم المحتمل من قبل إيران. هي الآن تضع يد في مواجهة التهديدات الإيرانية ويد أخرى تسعى بها لإنقاذ المنطقة بشكل كامل من عمليات إغراقها في تصعيد على كافة الجبهات. نحن رأينا خلال الأيام الماضية تهديد واضح وصريح من قبل حزب الله باستهداف تل أبيب، والجيش الإسرائيلي نفسه أعلن أن مقر الجيش الإسرائيلي ربما يكون وقيادته ربما تكون من بين الأهداف التي ستصل إليها يد حزب الله. إيران أيضا تتوعد والمنطقة على يعني على شفا جرف هار يدفع الجميع نحو تصعيد لا يمكن أن نفاد منه. نعم. طيب سيد إيهاب، إلى أي حد من الممكن اليوم أن تكون الضغوط الأمريكية ذات جدوى أكثر من كل الشهور السابقة، نظرا لأنه قد يكون من المفترض أن تشترط أمريكا على إسرائيل الوقوف إلى جانبها، دعمها العسكري حيال ما قد يصدر من ردود فعل سواء من إيران أو حزب الله مقابل وقف إطلاق النار في غزة؟ هل المعادلة اليوم نضجت أكثر من المراحل السابقة وبالتالي فعلا من الممكن أن تثمر هذه الجهود اليوم؟
نعم، المتابع للتصريحات التي صادرت خلال 48 ساعة الأخيرة، حتى أن وزير الدفاع الأمريكي نفسه أوستن الذي كان يتحدث بشكل كبير عن دعم عسكري كامل لصد الهجوم المحتمل على إسرائيل، خرجت منه هو أيضا تصريحات يقول فيها أنه دعا نظيره الإسرائيلي للمضي نحو صفقة تبادل المحتجزين وإقرار الهدنة. على الجانب الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية استشعرت حرجا كبيرا بإقدام إسرائيل على اغتيال هنية بعد أيام قليلة من زيارة نتنياهو لواشنطن، حتى أن الحديث جرى عن مكالمة شديدة القوة جرت ما بين بايدن ونتنياهو، عاتب فيها بايدن كيف أقدمت إسرائيل على خطوة كهذه دون مشاورة أو تشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الجميع أدرك أننا أمام لحظة تاريخية وصلت فيها إسرائيل إلى أقصى مدى يمكن أن تتعامل فيه مع كافة الجبهات الآن مفتوحة. نتحدث عن 7 جبهات ساخنة تواجه فيها إسرائيل تهديدا وجوديا حقيقيا، تهديدا من قبل إيران بالرد، حزب الله يتوعد، الحوثيون يتوعدون، أيضا هناك جبهة مفتوحة مع بعض الجبهات المسلحة في العراق، هناك جبهة مفتوحة مع سوريا، فضلا عن المواجهة الحاصلة في غزة. كل ذلك يجري والعالم الآن يبحث عن مخرج حقيقي من الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية تقول للعالم أننا لم نتحالف أو لم نكن على علم باغتيال هنية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها وسيط ما بين الأطراف كافة، وكيف يمكن لوسيط أن يساند اغتيال وسيط لطرف أو طرف لطرف آخر؟ يجري الوساطة بينهما كما كانت هناك تصريحات في ذلك الجانب من قبل حتى رئيس الوزراء القطري. وبالتالي نحن نتحدث عن لحظة تاريخية مهمة، الجميع أدرك أنه آن الأوان بعد أكثر من 10 أشهر مضت أن يمضي الجميع نحو هدنة حقيقية يتم فيها إنقاذ المنطقة من تصعيد إقليمي حاصل، خاصة وأن كافة الأطراف التي تتوعد بالرد هي نفسها قالت أنه في حال نزع فتيل الأزمة الحاصلة في غزة، كافة الردود الموجودة وكافة الجبهات المفتوحة ستغلق فورا بمجرد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والمضي في صفحة جديدة في قطاع غزة. وبالتالي رأى الجميع وعقل الجميع أن إغلاق الصفحة في غزة سيغلق كافة الجبهات وينزع فتيل التصعيد الإقليمي، وأن نتنياهو إن لم يعقل ذلك الآن فربما هدد بإمكانيات المساندة والمساعدة في مواجهة تلك التهديدات كافة. نعم، شكرا جزيلا. من القاهرة كنت معنا إيهاب نافع، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، شكرا. النشرة مستمرة وفيها أيضا عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس والجبهة الشمالية تشهد تبادلا للهجمات بين إسرائيل وحزب الله. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة.
قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية هجومية جديدة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد معلومات استخبارية عن وجود بنا لحماس في المنطقة بحسب بيان، مضيفا أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة استهدفت أكثر من 30 هدفا للحركة في خان يونس. هذا نعى حزب الله عنصرين سقطا في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الناقورة جنوبية لبنان صباح الجمعة، وغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حرش غورة بين كفر كلا ودير ميماس، في حين استهدفت المدفعية المنطقة نفسها وبلدة الخيام. في المقابل قال حزب الله إنه رد على القصف الإسرائيلي باستهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا. وثقت مقاطع لحظات إصابة صاروخ أطلقه حزب الله تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنات كريات شمونة. من دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا بك أسامة. ومن جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. أهلا بك ناهد. أبدأ من عندك، كيف هي الأحوال الآن؟ هل ما زالت هناك عمليات ما بين الجانبين متبادلة؟ بالفعل رشا، هذا اليوم بدأ منذ ساعات الصباح الأولى بسلسلة من العمليات والاستهدافات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، والذي بدأ بغارة كانت استهدفت الناقورة حقلا بين المنازل في بلدة الناقورة، أدت إلى مقتل عنصرين من حزب الله نعاهما حزب الله بعدها ببيانين متتاليين، بالإضافة إلى غارة بين بلدتي كفر كلا ودير ميماس، مع قصف مدفعي طال عدد من البلدات الحدودية في هذه الأثناء. وأنا أتحدث إليك لازلنا نسمع أصوات المدفعية تقصف بلدات على الشريط الحدودي. بالمقابل حزب الله قام بثمانية عمليات اليوم، أربعة منها كانت ردا على غارة الناقورة، بالإضافة إلى غارة حنوي. غارة حنوي هي التي حصلت في ساعات ليل أمس، والتي كانت استهدفت بلدة حنوي في قضاء صور، استهدفت منزلا كان خاليا ولكن أصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة. هذه البلدة رشا تقع في العمق الجنوبي وليست بلدة حدودية، ولذلك كان متوقعا بأن يرد حزب الله على استهدافها. لذلك اليوم كان أو قام بأربعة عمليات في إطار الرد على هاتين الغارتين، غارة حنوي وغارة الناقورة صباحا، التي أدت إلى مقتل عنصرين من حزب الله. كان استهدف أو قام بهجوم جوي على ثكنة مستحدثة أو مقر كتيبة مستحدث في ثكنة ليمان في الجليل الغربي بمسيرات انقضاضية، بالإضافة إلى ثلاثة عمليات استهدفت كريات شمونة. واحدة استهدفت مباني كما تحدثت، استهدف مبان يتجمع فيها جنود إسرائيليون، بالإضافة إلى استهدافه ثكنة كريات شمونة لمرتين، مرة بصواريخ الكاتيوشا ومرة بصواريخ فلق، بالإضافة إلى أربعة عمليات أخرى قام بها مواقع منتشرة على طول الشريط الحدودي. استهدف لمرتين موقع المنارة، مبان في موقع المنارة، بالإضافة إلى موقع السماقة وموقع المطلي. يعني يمكن القول بأن هذه الاستهدافات لا تزال تتواصل منذ ساعات الصباح الأولى والمواجهات بين حزب الله وإسرائيل. نعم. أسامة، كيف هو الوضع بعد كل ما تم اليوم من استهدافات؟ أيضا عدد ربما الضحايا من جراء هذا التصعيد. نعم، قبل قليل الجيش الإسرائيلي استهدف ثلاثة أهداف في مدينة خان يونس تحديدا في المنطقة الشرقية، استهدف منزلا ونقل من هذه المنطقة عدد كبير من الإصابات، نقلوا إلى مستشفى ناصر. أما الهدف الثاني كان منزلا في منطقة التحلية وسط مدينة خان يونس، أدى هذا إلى سقوط أربع ضحايا وعدد كبير أيضا من الإصابات، مع العلم أن هذه المنطقة لم تقع داخل منطقة الإخلاء والتي هدد فيها الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة الشرقية بالخروج والنزوح باتجاه منطقة مواصي خان يونس. ومع ذلك استهدف هذا المنزل وهذا
المكان وأدى إلى سقوط 4 ضحايا وأعداد كبيرة من المصابين، بالإضافة لاستهداف خيمة للعائلات النازحة أدى هذا إلى سقوط 6 ضحايا في منطقة مواصي مدينة خان يونس، منطقة المواصي التي يعني يقول دائما الجيش الإسرائيلي أنها منطقة آمنة، وانطلاقا من هذه المنطقة في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس وصولا إلى منطقة غرب دير البلح هي مناطق آمنة، وبإمكان الجميع النزوح باتجاه هذه المنطقة. والآن الجيش الإسرائيلي يقصف هذه الخيمة الموجودة في منطقة مواصي مدينة خان يونس. حتى هذه اللحظة نقل عدد كبير، وما زالت حتى هذه اللحظة تنقل أعداد كبيرة من المصابين في هذا الاستهداف، لأن هذه المنطقة منطقة خيام، ويصعب على هذه الخيام وهذه القطع القماشية من حماية الأطفال والعائلات الموجودة داخل هذه الخيام الموجودة في منطقة نواصي مدينة خان يونس. نتحدث هنا منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة نقل ما يقارب من 20 ضحية، نقلوا غالبيتهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، بالإضافة لنقل جزء آخر إلى مستشفى شهداء الأقصى، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يقصف المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس والمنطقة الشرقية لمدينة دير البلح بالمدفعية الإسرائيلية، ويكون وهناك مشاركة للطيران المروح الإسرائيلي من خلال إطلاق النار على السكان في منطقة القرارة، وبالتالي هناك حالة نزوح كاملة من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس. أيضا هناك تخوفات من انتشار مرض شلل الأطفال التي يعني رصدته منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، بعدما تم أخذ عينات من بحر دير البلح ومن منطقة بحر مدينة خان يونس، وهي المناطق التي فيها أكثر تكدس سكاني وللعائلات النازحة ما يقارب من 1.5 مليون نازح في هذه المنطقة. كان هناك حديث أسامة عن موضوع اللقاحات، هل وصل أي معلومات لديك عن موضوع إذا ما كان وصلت اللقاحات، أي متى ستصل، هل من كميات محددة من الممكن أن يتم إدخالها إلى القطاع؟ يعني حتى هذه اللحظة بحسب وزارة الصحة وبحسب منظمة الصحة العالمية قالت أن قطاع غزة بحاجة لأكثر من 1 مليون جرعة للأطفال الموجودين في مناطق النزوح في مناطق جنوب قطاع غزة. لم يدخل أي جرعة وأي لقاح حتى هذه اللحظة. هناك جهود حثيثة لمنظمة الصحة العالمية من أجل إدخال هذه اللقاحات إلى قطاع غزة، تحديدا إلى المنطقة الجنوبية. يعني حتى هذه اللحظة لم يسجل أي حالة شلل الأطفال في مناطق جنوب أو شمال قطاع غزة، ولكن الوقت قد يكون مهيئ في أي وقت أن يكون هناك إصابات في ظل وجود مسببات هذا المرض، وهو انتشار الصرف الصحي وانتشار أكوام النفايات في مراكز النزوح، وأيضا عدم وجود أي مياه صالحة للشرب في مناطق النزوح، بالإضافة إلى عدم ضخ مياه الاستخدام المنزلي إلى العائلات الموجودة في مناطق جنوب قطاع غزة. كل المسببات موجودة، وكل يعني ما يقف في وجه هذا المرض غير متوفر حتى هذه اللحظة. لم يدخل أي لقاحات إلى مناطق الجنوب في قطاع غزة. ناهد، في إجابتك قلت بأنه هذا الاستهداف الإسرائيلي اليوم يستدعي من حزب الله رد مختلف، كونه هو تجاوز المعهود كمناطق جنوبية. من رصدك لما يحدث، هل كثرت هذه التجاوزات وبالتالي طبيعة ردود حزب الله، بعيدا عن موضوع شكر الردود على هذه الاستهدافات أيضا تختلف، وهل تم الحسم بأنه قواعد الاشتباك خلاص انتهينا منها ونحن اليوم في مرحلة جديدة؟ يعني يمكن القول أولا بما نرصده منذ بداية هذه المواجهات رشا، كلما قامت إسرائيل بتجاوز قواعد الاشتباك، كلما استهدفت أي مكان أي بقعة في لبنان خارج قواعد الاشتباك، يكون هناك عادة رد من حزب الله. لذلك يوم أمس عندما أغارت إسرائيل على حنوي كنا نتوقع بأن يكون هناك رد من حزب الله. الردود لم تختلف، طبيعة هذه الردود لم تختلف، يعني ليس هناك شيء استثنائي بهذه الردود. المستوطنات هي نفسها التي عادة ما يستهدفها حزب الله، حتى أنواع الأسلحة، ولكن عادة العمليات التي يقوم بها حزب الله تكون على هي تلك المواقع التي يستهدفها على الشريط الحدودي، إلا عندما يريد أن يرد على إن كان على الخروج عن قواعد الاشتباك، عن استهداف مدنيين، استهداف عناصر أو قياديين من حزب الله، عادة ما يستخدم إن كان المسيرات أو إن كان أنواع مختلفة من الصواريخ ليطال كريات شمونة، مستوطنات، مباني يستخدمها جنود إسرائيل
الإسرائيليون داخل القواعد الإسرائيلية، يعني لا يكتفي فقط باستهداف القواعد المنتشرة على طول الشريط الحدودي. هذا ما كنا نرصده، هو المشهد نفسه الذي نرصده منذ بداية المواجهات، هذا هو الرد نفسه. يعني ليس هناك من صورة استثنائية اختلفت عن ما بعد اغتيال فؤاد شكر. قواعد الاشتباك لا يمكن بعد يعني القول بأننا ضمن قواعد الاشتباك حرفيا، لأن هذه الاستهدافات تخططها منذ زمن، منذ أشهر، وإسرائيل تستهدف عدة مناطق إن كان في البقاع أو في العمق الجنوبي أو حتى في الضاحية، تستهدف مدنيين، تستهدف مسعفين، تستهدف صحفيين، كل ذلك هو لا علاقة له بقواعد الاشتباك، رغم أن حزب الله يحاول عادة أن يلتزم بها، إلا أنه عندما إسرائيل تتخطى هذا الأمر فإن الحزب يتخطى نوعا ما بالمساحة الجغرافية. يوم أمس استهدف منطقة جديدة تبعد حوالي 6 إلى 7 كيلومترات عن الحدود، وهي منطقة خربة منوت في الجليل الغربي، أيضا استهدف فيها منصات القبة الحديدية ومرابط مدفعية، أيضا كانت جاءت ردا على عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل بشكل يومي. شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان، كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف. شكرا ناهد، وشكر أيضا من دير البلح وسط قطاع غزة لمراسل الحدث أسامة الكحلوت. شكرا جزيلا أسامة. أعلنت الحكومة السودانية اليوم أنها سترسل وفدا إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأمريكية بخصوص الدعوة المقدمة منها لحضور مفاوضات ستنعقد في جنيف في 14 أغسطس لبحث وقف إطلاق النار في السودان. وأفيد أن وزير المعادن محمد بشير عبد الله سيترأس الوفد لبحث تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب بحسب بيانه. تعتزم الحكومة السودانية المشاركة في مفاوضات جنيف المزمع إجراؤها في 14 أغسطس بعد تحفظها سابقا على المشاركة فيها. وعلمت الحدث أن الوفد الحكومي السوداني الذي سيتوجه إلى جدة سيتشاور مع مسؤولين أمريكيين حول أجندة المفاوضات المرتقبة وآلية تنفيذ الاتفاقيات القادمة والدول المراقبة للمسار التفاوضي، فضلا عن مصير اتفاقية جدة. وأضافت مصادر الحدث أن المبعوث الأمريكي أكد للحكومة السودانية أن مفاوضات جنيف مبنية على اتفاقات جدة السابقة وليست منبرا منفصلا عنها، مؤكدا أنهم سيناقشون الضمانات الممكنة لتنفيذ الطرفين أي اتفاق يتم التوقيع عليه مستقبلا، وأن التشاور حول الأجندة والتعديل ممكن، وأنهم على استعداد لمقابلة أي وفد من الجيش قبل بدء المحادثات في أي مكان. إلى ذلك تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبدعوة من الاتحاد الإفريقي تنطلق أعمال الجولة الرسمية لمباحثات القوى المدنية السودانية الرافضة للحرب، وتستمر حتى 12 من الشهر الحالي. وعقدت في أديس أبابا نهاية يوليو الماضي أعمال ما أطلق عليه المؤتمر التحضيري للحوار السوداني في جولته الأولى برعاية الاتحاد الإفريقي، وهو ما أعلن تقدم رفضها المشاركة فيه، إلا أن أقر إبعاد حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب. من أديس أبابا ينضم إلينا شهاب إبراهيم الطيب، عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم. أهلا ومرحبا بك معنا سيد شهاب. قبل أن أسأل عن الفعاليات وما يحدث من جهود في أديس أبابا، سأتحدث عن موضوع موقف الحكومة من المشاركة، الذهاب إلى جدة، الذهاب إلى جنيف. كيف تقرؤون هذا التغير؟ طيب، السلام عليكم، تحية لك، تحية للمشاهدين الكرام. في حقيقة الأمر هو ده أمر إيجابي أن نترك التعنت ونذهب إلى الخيارات التفاوضية التي يمكن أن تنهي هذه الحرب التي تدور في منذ 15 شهر. أعتقد هو التوجه يصب في اتجاه رفع المعاناة عن السودانيين اللاجئين في دول الجوار وأيضا النازحين داخليا، وعلى الأقل يمكن أن
يستعيد كرامة الشعب السوداني. كرامة الشعب السوداني استعاد من خلال إرساء سلام وإيقاف إطلاق نار حقيقي يضمن عودة السودانيات والسودانيين إلى منازلهم. بالتالي نعتقد أنه موافقة الحكومة أو الجيش السوداني للذهاب إلى جنيف هو أمر جيد جدا، يمكن أن نحس الطرفين على الجدية في المفاوضات لإيقاف هذه الحرب، ولا تكون هذه الجولة من المفاوضات هو أمر تكتيكي لا يوقف هذه الحرب. نحن نأمل ومن ثم نعمل أن ندفع الطرفين الذهاب إلى جنيف. وهنا أريد أن أسأل عن الثقل، ثقل الجهود التي تقومون بها ومدى تأثيرها على كلا الطرفين ربما لدفع هذه الجهود وهذه المسارات. ما حجم الجهود التي تبذلوها، وهل فعليا تستشعرون أي ردود فعل إيجابية من الطرفين؟ وبعيدا حقيقة الأمر، وأنا بقول الكلام ده صراحة لمصلحة الشعب السوداني، بعيدا عن خطابات الحرب التي تصهر هنا وهناك من بعض الأطراف، ويعني برضو بكل وضوح من الجيش السوداني، نحن على تواصل مستمر في الفترة الأخيرة مع قادة أو بعض قادة الجيش السوداني، ويمكن خلال الأربعة أو الخمسة أيام الماضية كانت هنالك اتصالات مكثفة من أكثر من عضو من أعضاء يعني التقدم لحس العسكريين على الموافقة على الذهاب إلى جنيف وتبديد بعض المخاوف من عدم التوصل لاتفاق سلام. بالتالي نحن نعتقد إنه نحن بنفس الجهد أيضا مع المجتمع الدولي في اللي هو وضع التصورات لإنهاء هذه الحرب والمراحل التي تليها، وحتى عن بعض الضغوط أو كانت المحفزات التي يمكن أن تساهم في أن يسحب الطرفي الحرب إلى بعيدا في التوصل لوقف إطلاق نار. الوضع الذي يعيشه السودانيين في الداخل وفي الخارج، ويمكن الإعلان الأمم المتحدة في مناطق من دارفور وتهديد المجاعة لجميع مناطق السودان، هو يعني يلقي بمسؤولية كبيرة على أطراف الحرب وعلى القوى المدنية المسؤولة في أن تدفع في اتجاه إيقاف هذه الحرب التي يعني قضت على كل آمال وقضت على كل مكتسبات الشعب السوداني منذ الاستقلال. لا يمكن أن تأتي الديمقراطية بالبندقية، ولا يمكن أن تصان كرامة السودانيات والسودانيين وهم يموتون في الصحراء ذهابا إلى ليبيا، أو يموتوا في الصحراء ذهابا إلى مصر، أو بهجمات الميليشيات المناولة للحكومة السودانية في غابات أولالا، أو حتى في معسكرات اللاجئين في كمبالا، أو كانت في جنوب السودان. نحن نشكر هذه الدول على استقبالها للسودانيين، لكن إنهاء هذه المعشاة هو يعتمد علينا كسودانيين جميعا. أطراف الحرب يجب أن يتحملوا مسؤولية يعني إسهاق كرامة السودانيات والسودانيين سواء كانوا نازحين أو لاجئين بإيقاف هذه الحرب وفورا. عندما يكون هذا الموقف ورؤية موحدة ربما حزبيا وسياسيا من قبل المجتمعين في أديس أبابا وهذه الجهود، إلى أي حد يساهم في سلاسة ربما رسم المشهد القادم بعمليات أخف كتعرض لمطبات قد وجهت من قبل؟ والاجتماعات قبل ما يعني نوضح طبيعة الاجتماعات الموجودة، لكن القوى السياسية والمجموعات التي تجتمع الآن في أديس أبابا مع الاتحاد الأفريقي هي مجموعات منسجمة في موقفها الاستراتيجي بإيقاف هذه الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني. يعتقد أنه هي تحملت مسؤولياتها بالرغم من أنها فيها مجموعات حاملة للسلاح، لكن تحملت مسؤولياتها بأن تعلي صوت السلام على صوت الحرب والتدمير والدمار. بالتالي الآن الاجتماعات التي تسير صبغتها اتصالات واجتماعات مع مختلف القوى، سواء كان مع البحث العربي الأصل أو سواء كان مع المؤتمر الشعبي أو كان مع الاتحاد الأصل
جناح السيد الحسن المرغني أو كانت مع الحركة الشعبية أو مع حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، هنالك تواصل وهنالك عديد من القضايا. آخرها أعتقد قبل المؤتمر التأسيسي للتقدم كان هنالك إعلان مبادئ تم توقيعه مع الحركة الشعبية الحلو، وأيضا إعلان سياسي مع حركة جيش تحرير السودان القائد عبد الواحد محمد نور. نعتقد أنه هنالك عمل بمسؤولية يمكن أن يسهم ويدفع في اتجاه تجاوز المطبات والقضايا التي يمكن أن تخل بوجود عملية سياسية. لكن الهدف الاستراتيجي نحن متفقون عليه، وهنالك أيضا قضايا تأسيسية سيتم نقاشها بعد إيقاف هذه الحرب. الآن الاجتماعات دي بتسحب في اتجاه أن توجد الرابط ما بين المسار إيقاف الحرب ومسار عملية سياسية. هنالك صلة أين تلتقي العملية السياسية مع إيقاف النار، هي دي مسؤولية الاجتماع الذي يمكن أن يقدم نتائجه يوم الأحد. أشكرك من أديس أبابا، كنت معنا شهاب إبراهيم الطيب عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، شكرا. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها جراء التحركات الأخيرة للقوات العسكرية في مختلف أنحاء ليبيا وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، وأشادت البعثة الأممية بالجهود الجارية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التوتر. كذلك حثت البعثة في بيان جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة، ودعت البعثة إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين القوات التابعة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بحسب البيان. مدينة أغدامس عادت لتتصدر المشهد في ليبيا، وهي التي تعيش حالة من التوتر منذ شهور، حيث تشهد المدينة تحشيدات عسكرية وأمنية غير مسبوقة، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى ذروتها في بداية أغسطس الحالي. المناوشات الحالية كانت بين اللواء 444 قتال العسكرية الذي تحرك بأوامر من الدبيبة، وبين قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي الذي يحسبه البعض على تحركات دعم القيادة العامة في الشرق الليبي بقيادة قائد الجيش خليفة حفتر. بدورها اعتبرت الكتيبة 17 حرس حدود أن تحركات جويلي تأتي بأوامر من جهة أخرى غير حكومة الدبيبة، وقد سبق وأعلنت الكتيبة رفع استعداداتها القصوى تحسبا لهجوم محتمل من قبل قوات جويلي. قبل ذلك أصدر مساعد رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية صلاح النمروش أصدر أوامر لكافة وحدات الجيش برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تهديدات عسكرية محتملة. أظهر مقطع مصور مركبات عسكرية روسية محترقة بعد هجمات أوكرانية في منطقة كورسك القريبة من الحدود الأوكرانية على جبهة السومي. بلين بصانوف سكولتك سكولتك بصانوف يو ما يو вот это место проехал.
بعد أن أعلنت روسيا حالة الطوارئ في كورسك للتصدي للهجمات الأوكرانية، نقلت فرق الطوارئ 80 شخصا تقريبا من القرى الحدودية إلى مراكز مؤقتة في أوريول. بهذا تنتهي هذه الساعة الإخبارية، أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن. ريمي درباس على رأس الساعة، إلى اللقاء.